وحكم اللقاء يعني عايز يقول لك ما امشي ما عرفتوش هو ومهما كان انت بص وكل خطوه بص. مبروك لمنتخب مصر الحقيقه، منتخب مصر منتخب غالي، وانا كان مالي المباراه المهمه للمنتخب المصري القياده كانت رائعه، الروح والاصرار كانت الموعد، ومصر سجلت ثلاث ركلات من ثلاث ركلات ترجيح في حين منتخب الكاميرون سجل واحده من اربع ركلات. سجل زيزو، سجل محمد عبد المنعم، وسجل مهند لاشين. ولا تنسى ان محمد ابو جبل كان رجل في الموعد. يا جبل مكان ريح، صد كره لطوبي، صد كره سليتي، خلى الجي لا يرى مرمى عصام الحضري. كنت في الموعد، كنت حارس كبير وايضا مدرب كبير، ومنتخب مصر الى المباراه النهائيه. سجل مهند لاشين. ولا تنسى ان محمد ابو جبل كان رجل في الموعد. يا جبل مكانك ريح، صد كره لطوبي، صد كره سليتي، خلى الجي لا يرى مرمى عصام الحضري. كنت في الموعد.